تلات أبطال فوزي وانصب ولا تنسوا البطل حمدان. الدنيا فيها ناس عينيهم على الحلال ما طلوش وحبل ودادهم بسرعة قصرت ما طلوش حتى الليالي عليهم بالهنا ما طلوش. اسمع حكاية أنا من أجلها بيطول عنها حقول لك رواية ونظمها بيطول وكل شيء له نهاية وشرحها بيطول. ولما شاع الخبر لف الصعيد وجنى الدمع لما جرى بل الخدود وجنى الحب كان السبب في اللي حصل وجنى واليوم بيبقى سنة عالعاشقين بيطول. الحادثة كانت وحصلت في الصعيد جبلي مركز ابو تاج ونخيل البلد جبلي وكتير يا ما حكولي الدور من جبلي انا على الاواخر حقولك دور وعلامة ما هو كل فنان تجد له رأي وعلامة. قم لف في الكون يا ابن الناس وعلامة تلقى الشهامة وناس حافظة الشرف جبلي. لو كنت تسمع لفني توجده عالي ضابط بوليس في الحكومة عزوته عالي الاسم فوزي وابوه راجل اصيل عالي بيقدر الحر بين الناس وملام وماشي عالجد زي الحد وملام عنده مروقة ويخشى العيب وملام صاحب كرامة وبرضه مركزه عالي. من اسم حلوان نقلوه الصعيد ودوه بلد ابن خيلة هناك نقطة بوليس ودوه مركز ابو تيج واهالي البلد ودوه اكمنه كان ذوق اذا ركب الهجين يا خال ثوب الكرامة عليه زي الجنيه يا خال عاشر اهالي النخيلة بالادب يا خال وان كان يخش في مجال فاحسن مكان ودوه. مشى الأوامر حسب نص القانون بينين أهل البلد حبته من عشرته بينين النخوة ويا الشهامة عالأصيل بينين ولما راح البلد أمع السجن حساس في الذوق ويا الكمال واخد دروس وحصص بيمشي على نور وكان عنده شعور حساس
وسكن في بيت ناس من اعيان البلد بين الأمان لو بان ولما لا فتن وبرضو دعا بزاينة ولما راحت الصعيد مجاريح شافتها وكان يخر العسل من بين شافتها ومحافظة على عرضها والخلق شافتها وعاشت مع فوزي جوزها في امان وكمال لو شافها عابد جمالها يفتنوا وكمال لها عقل موهوب وزيناه البروج وكمال وعليها تاج الجمال والخلق شافتها فوزي وإنصاف حنتركهم هناك في الدار ونقول عن اللي حصل واللي وصل في الدار عبادي كان ابن عمدة والسبب في الدار كان شاف إنصاف نوبة والهوى جراح انصب بنبل العيون دخل الفؤاد جراح لقاها زي القمر عقل وشرط وجراح والحب فضاح وسلطان الهوى أكبر الفكر يبكي كتير والنحي والحب من عهد آدم كان والنحي وإحنا على الحق برضو نموت ونحي والحب يا عمي ما عليهش عتب ولا لوم عبادي داير بعطر في الكلام ولا نوم ملي جران وما عاد يكتب ألف ولا لوم وبقى يروح كل يوم ويشق في الناحية عبادي كان مكره سيء عالدوام في البيت شيع لإنصاف خدامة حداه في البيت عاوز يجيبها بحيلة عندهم في البيت البنت راحت لإنصاف بالعجل وهنا قالت لها ستي بعتاني لكي وهنا عزماكي عالشاي وتتغدم سوا وهنا وتفضلي عندنا ونشرفي في البيت إنصاف سمعت كلامها رحبت بيها ولا تعلم البنت دي ناوية الخداع بيها وهي شريفة ويعلم ربنا بيها قالت لها فوزي بره ما جاش يا صبية ولما يجي حرد عليه يا صبية ولو سمح لي أجلها هناك يا صبية أو إن جتني هي حيحصل لي شرف فيها البنت
ترجع تعبادي أوام كان الدور اللي قراوي اللي حصل كان استنى أسبوع وجاية أنا كان وراحت البنت بتأنصف تاني مر لأنها ما مش نظروني بالمر قالتها يا بنت مول الحق بالمر وتاني مر لو عدتيني عندنا البنت خافت ساعتها ولخبطت في السر قالت يا ستي انا حلمي لكي افسر عبادي هو اللي شيعني هنا في السر فهمنا اقولك على ده الدور وهدية ان رحت عنده لكي من المال هدية وأكد عليا وقال خلي الكلام في السر انصاف بعد النعيم الفكر دبلها قعدت تنوح ودمع العين دبلها الحظ قلاب وتوب الفرح دابلها الفوز جوزها لقاها من البكا شردة أم قال لها ليه بتبكي وفي الديار شردة انتي غزالة ودايما من الوحوش شردة يا شبه وردة وجاها الشرد دبلها قالت يا فوزي نشف دمي من الأجرام قالت له يا فوزي نشف دمي من الأجرام واللي جرالي هنا سببه من الأجرام أم قال لها بس تقوليلي من اللي إجرام قالت له عبادي شيعلي وجلت لي بعت لي هنا بنتي خدامة وقالت لي أشرب معه شي والظاهر من الإجرام فوزي هضر كالجمل والريق بقى رمة أكنه سكران وشارب من المدام رمة وخاف من العار ومن عينه الشرار رمة وراح على العمدة وقال له ابنك عماه جهله اكمنك انت عامله في البلد جهله انما لو تمادى في فعله والشيطان جهله لا اخلي اهله ما تعرف لوش طريق رمة العمدة شيع جاب ابنه فوزي قدامه ضرب ابنه كم كف عقله لف قدامه عبادي صعبان عليه ينهاد قدامه خرج من الجلسة عقله من البروب مليان من الغيظ والكيد قلبه من الزعل مليان بقى يمشي مسطول والعالم تقول سرحان من الحب عميان ولا بيشوفش قدامه وزعق وقال يا سلام انا للغرام حمدان وقبل ما اموت برجلي للوصال حمد انا ودور على واد شقي اسمه في الصعيد حمدان قال له عارف لك خزينه فلوسها ما تنعد فضانقية من الاموال ما تنعد وصاحبها ظابط حده ثروه وما تنعد وانت ولد جد زي السبع يا حمدان وراح عمل كل شيء ترتيب من عنده لم الغفر قال لهم عالدور من عنده عبادي لازم يعاند كل من عنده رسم اوام خطته شوف فكرته بدليل
وقال يا حمدان حشيع لك رسول بدليل، وبعد فوزي ما يطلع للمرور بدليل، حنروح بالليل نجيب المال من عنده. فوزي طلع للمرور والكل مستني، عبادي جاله الخبر على طول مستني، شيع لحمدان وكان حمدان مستني، شيع لحمدان وكان حمدان مستني. راحوا على بيت فوزي بالعجل وامان، عبادي خاين ومن صغر ومالهش امان، ام قال له انا اللي حدخل للفلوس وامان، وانت يا حمدان تقف على الباب مستني. عبادي مرضيش وخش البيت بجراءة، عبادي منعه ودخل البيت بجراءة، عاوز ينول الغرض وابليس بيجرأه، عبادي مرضيش ودخل البيت بجراءة، عاوز ينول الغرض وابليس بجراءة. حمدان ساعتها حصل فيه شك بجراءة، وقال ده انا اللي بصيد الاسد وبراحه، بيقول ده انا اللي بصيد الاسد وبراحه، امال جايبني هنا عشان ايه وابقى ريح، الا لعل وملك العزم وبراحه وعمر سلاحه وخش وراه بجراحه.